آخر مسجدات المسار السياسي الدبلوماسي لحل الأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، موضوع هذه الحلقة من زوايا الحدث. أهلا بكم. قالت مصادر سياسية أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض ضمن جولته في المنطقة بهدف استئناف مشاورات السلام اليمنية. وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ سيلتقي الرئيس عبد ربه منصور هادي لبحث فرض هدنة إنسانية وعودة الأطراف اليمنية إلى جولة مشاورات جديدة. المتحدث باسم المبعوث الأممي شربل راجي أوضح أن أبرز أجندات الزيارة هي التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة 72 ساعة بحسب اقتراح وزير الخارجية جون كيري، مشيرا إلى أن المشاورات السياسية المقبلة مبنية على التوصيات الصادرة من مشاورات الكويت. على صعيد متصل، قالت مصادر إعلامية إن مشروع حل سياسي سيعرض على الأطراف اليمنية في غضون الأيام القليلة المقبلة ويتضمن توقيع الاتفاق في الكويت. وبحسب المصادر فإن صيغة الحل الدولية تقضي بانسحاب الميليشيا من المدن الرئيسية كمرحلة أولى، يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد. نتوقف مع هذه المستجدات والجهود الدبلوماسية لنناقشها في محورين. المحور الأول عن إمكانية فرض التهدئة المقترحة والذهاب لجولة جديدة من المشاورات، وهل ستذهب الحكومة وبيدها أوراق اللعبة هذه المرة إلى الجولة الجديدة من المشاورات؟ والمحور الثاني عن فرص نجاح الوسيط الدولي هذه المرة في إلزام الميليشيا بالتوقيع على مشروع الحل. أسئلة سنناقشها مع ضيوفنا في حلقة الليلة من زوايا الحدث، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير للزميل وليد البوكس. بين الرياض ومسقط ستكون جولة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ الذي يحمل توصيات قديمة في مشروع جديد تعتمده المرحلة القادمة من المشاورات، لكن هذه المرة يعزز حضور اسم وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيري دأب المبعوث الأممي على محاولة إنعاش عمليات السلام المتوقفة. يحمل ولد الشيخ مشروعا سياسيا للاتفاق بين الأطراف المتصارعة لم يفصح عن جميع بنوده سوى بند واحد. تشكيل حكومة وحدة وطنية هو العنوان الكبير للجولة المرتقبة التي تبدأ من توصيات مخرجات مفاوضات الكويت وتهدف إلى إيجاد حل للأزمة القائمة وإيقاف الصراع العسكري. الانسحاب من المدن يبدو موضع الخلاف في صيغة المشروع الجديد قبل أن يبدأ. وبينما قالت المصادر إن الرئيس هادي وافق مبدئياً على إعلان هدنة لمدة 72 ساعة، فإنه من المتوقع أن يعقد اجتماعاً مع المبعوث الأممي خلال الساعات القادمة. في عمق المشروع يشترط جانب الشرعية أن تبدأ الميليشيا بالانسحاب من العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وإب والبيضاء كمرحلة أولية، يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية وتسليم الأسلحة إلى طرف ثالث محايد. معارك تفاوضية سياسية لا تقل عن تلك التي تدور على الجبهات العسكرية، حيث الوضع الميداني ما يزال مربكا لدى الجميع، وإن كانت الانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في تعز ومأرب والجوف أعطت دفعات جديدة من الزخم للشرعية التي ربما ستذهب لخوض جولة جديدة من المفاوضات وفي قبضتها حزمة من الإنجازات تحققها في أفضل الظروف بمساندة طيران التحالف العربي الذي يبدو هو الآخر مستمر بقصف أهداف عسكرية للميليشيا، بينما يتحدث تحالف الإنقلاب عن تحقيق تقدم في العمق السعودي على الحدود اليمنية. كالعادة إذن ستسير المفاوضات السياسية المرتقبة على وقع ما تشهده جبهات القتال من معارك، فعندما يكون خصمك ميليشياويا انقلابيا يكون أقرب إلى التعايش مع الحرب للسلام. من جديد إذن أهلا بكم إلى زوايا الحدث، ونبدأ بمناقشة موضوع هذه الحلقة مع اللواء محمد القبيبان المحلل العسكري السعودي. أهلا بك سيادة اللواء. اهلا وسهلا، مساء الخير عليك والساده المشاهدين وشكرا على الاستضافه. مساء النور دكتور لواء محمد. حراك دبلوماسي إذن دولي وامريكي من اجل فرض هدنه مؤقته في اليمن وعقد ربما جوله جديده من مشاورات السلام ومساعي لتوقيع هدنه بين الميليشيا والسعوديه يبدو على الحدود. السعوديه، المملكه العربيه السعوديه، كيف تتعاطى مع هذه التحركات والمساعي برايك؟ دائما وابدا يعني نحن نسعى في المملكه العربيه السعوديه ودول التحالف وكذلك الحكومه الشرعيه دائما تسعى الى انهاء هذه المشكله بالطرق السياسيه.
ولكن يعني احنا جربنا مع الجماعة الانقلابية، هذه الجماعات الانقلابية، ولنا تقريبا الآن كم سنة وستة أشهر، وتم عقد عدد من الهدن وعدد من المفاوضات لغرض إيقاف الصراع. وماذا كانت نتيجته؟ كانت نتيجته والجميع يرى، وصلت بعض المفاوضات أو المشاورات إلى أيام ماراثونية. وماذا كان يحدث أثناء هذه المشاورات؟ الجميع يعلم وتأكد لنا هذا الشيء، أن هذه المشاورات وهذه المفاوضات يستغلونها الانقلابيين إما لأعمال عدائية، إما لإعادة تمترس في المواقع الاستراتيجية العسكرية، إما لإعادة الاستفادة بما يخص اللي هو الدعم الإمدادي. فكانت جميع هذه الأيام التي يتم استخدامها أو توضع لتكون هدن لمناقشة ما بين الأطراف المتصارعة، نجد أن الانقلابيين يستفيدون من هذه صالحهم. وللأسف يعني بتبجح كامل أثناء الهدن العسكرية أو أثناء إيقاف القتال، تجد لا زال هنالك إطلاق بعض المقذوفات على الحدود السعودية أو حتى يعني داخل الشارع اليمني. لذلك أنا ما أتوقع، دائما نحن أبدا ندعم العملية السلمية وندعم المفاوضات، لذلك سوف نتجه مع المجتمع الدولي، لابد من إجراء مفاوضات، لابد من إيقاف هذا الصراع، ولابد من عودة الشرعية، ولابد من تطبيق القرارات المفروضة. لذلك بصورة عامة نحن نؤيد هذه الوقفات التي تعتبر لما هي المصلحة العامة، إما أنها تكون هدنة 3 أيام مؤقتة، ولكن لا يجب أن لا نستفيد من خبرتنا السابقة، ولا يجب أن نترك. طيب هناك نقطتين أود مناقشتها معك سيادة اللواء. هذه الهدنة يقال أنها لن تكون 72 ساعة فقط، ربما يتم تمديدها فيما بعد. أيضا تقول أن المملكة العربية السعودية هي مع كل مسعى لإيجاد حل سياسي. كانت هناك مبادرة مما يسمى رئيس مجلس السياسي المشكل من الحوثيين ومؤتمر المخلوع علي عبد الله صالح، وكانت موجهة هذه المبادرة للسعودية، لماذا لم يتم التفاعل والتعاطي معها برأيك؟ لأنه ببساطة هذا ليس يعني هذه قوة غير شرعية. بأي صفة تتحدث هذه القوة بطلب إجراء مشاورات أو طلب إجراء مفاوضات مع المملكة العربية السعودية؟ الصراع ليس سعودي حوثي، الصراع هنا قوات تحالف تقوم بتنفيذ قرار دولي 2216 بدعم الحكومة الشرعية. لذلك دفتريا لا يجب أن نتخاطب مع هذه الجماعات. من هو المجلس السياسي؟ ماذا تتحدث عن؟ أنا أفهم يا سيدي أن هنالك حكومة شرعية، وأن هنالك رئيس منتخب، وأن هنالك رئيس للوزراء ونائب رئيس. هذه الشرعية التي نتحدث ونتخاطب معها. أما من ناحية أن هنالك مجلس سياسي أو قوة حوثية تريد التخاطب مباشرة مع المملكة العربية السعودية، الصراع ليس بين المملكة العربية السعودية والحوثيين كما ذكرت سالفا، فلذلك لا نتخاطب. وعلى فكرة يعني أنا فقط أريد أن أؤكد على أن ما ذكره كثير من المحللين السياسيين والعسكريين، أن الانقلابيين يريدون أن يجعلوا هذا الصراع هو ما بين المملكة العربية السعودية والجماعات الانقلابية. لا، أنا أؤكد لك من هنا أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف إنما هي تعمل لنجدة دولة عربية شقيقة جارة مهمة في كافة الأطياف، سواء هذا واضح دائما من خلال العديد من مواقف وبيانات صادرة عن التحالف وعن المملكة العربية السعودية. أستأذنك بالبقاء معنا سيادة اللواء، سنشرك معنا في هذا النقاش وفي هذه الحلقة الناشط السياسي مانع المطري. أهلا بك أستاذ مانع. أهلا وسهلا أستاذ مانع. هناك حديث عن إرادة دولية تحمل يقال مشروع لحل الأزمة اليمنية، ما الجديد لدى ولد الشيخ هذه المرة برأيك؟ ليس هناك جديد يذكر في هذا الملف، هناك فقط محاولة دولية لإلزام الحوثيين وصالح بالتوقيع على المشروع الذي تقدم به إسماعيل ولد الشيخ في الكويت، مع بعض التعديلات البسيطة التي أدخلت بناء على مقترحات جون كيري الذي قدمها للمبعوث الأممي، والتي تتضمن أن يكون الحل شاملا أو أن يوقع حلا شاملا
يضمن المسار الأمني والمسار السياسي، وعلى أن يكون التنفيذ فيه بشكل تراتبي وفقا لما ورد في قرار مجلس الأمن. ولكن أستاذ مانع، بشيء من التفصيل، نعم بشيء من التفصيل، نعم. إذا ما حاولنا أن نفصل للمشاهد، المتحدث باسم إسماعيل ولد الشيخ شهر براجي يتحدث أن ربما منطلق أي حل أو مشروع سياسي قد يكون توصية مؤتمر الكويت. إذا ما عملنا مراجعة معك الآن حتى نطلع المشاهدين على الأبرز في هذه التصورات وفق خطة ورؤية ولد الشيخ، وأيضا تتحدث أنت عن أنه ربما تم دمج أو الاستفادة من بعض مقترحات كيري لتكون مشروع للحل السياسي، ما الذي يعني يمكن الحديث عنه بشيء من التفصيل؟ نعم، مقترحات كيري لم تغير في مقترحات أو في المشروع الذي تقدم به إسماعيل ولد الشيخ شيء على الإطلاق، إنما كانت مقترحات إسماعيل ولد الشيخ أن هناك مسارين، مسار سياسي ومسار أمني أو عسكري. مقترحات جون كيري أن يكون اتفاقا واحدا يتم التوقيع عليه دفعة واحدة، وهذا ما قصده بتصريحاته عندما قال أن يكون بالتوازي، يعني أن يتم التوقيع على الملف السياسي والعسكري، الملف العسكري مع الملف السياسي، لكن التنفيذ سيكون وفقا لخطوات محددة بقرار مجلس الأمن، تبدأ بالانسحاب وتسليم الأسلحة، ومن ثم النقاش حول تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الانقلابيين. ولكن الآن الذي يجري حاليا هو ليس النقاش حول هذه القضايا، وإنما حول إمكانية إجراء هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، وافق عليها الرئيس عبد الرب منصور هادي، واشترط أن تكون هذه الهدنة لدخول المساعدات الإنسانية للمدن المحافظة وعلى رأسها مدينة تعز. ما نعتقده أن الانقلابيون لا يريدون هدنة شاملة في مختلف الجبهات، هم يريدوا كما ذكر ضيفك العزيز أن يوهموا العالم بأن الصراع هو بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، وهذا كلام غير صحيح. الحرب الداخلية التي تدري هي بين الحكومة الشرعية والقوى المنحازة لمشروع الدولة كطرف، والانقلابيين كطرف آخر، والمملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي أتت فقط لتستجيب لدعوة الحكومة ولمطالبة الحكومة بدعمها لمواجهة هذا التمرد، وليست طرفا مباشرا في الحرب. طيب استاذ مانع، هذه الهدنه الان هدنه 72 ساعه، هل تاتي برايك وفق ترتيبات مختلفه ربما عن الهدن السابقه، وبالتالي يمكن ان نشهد التزام بهذه الهدنه وفعلا تدخل المساعدات وتخف حاله تدهور الوضع الاقتصادي والانساني؟ الهدنه التي قبل بها الرئيس عبد الرب منصور هادي تختلف تماما من حيث الهدف والمضمون عن الهدنه التي دعا لها رئيس المجلس الانقلابي صالح الصماد. هو طلب هدنه مختلفه، ليست الهدنه عندهم هدف بحد ذاتها بقدر ما هي الصيغه التي ستخرج فيها الهدنه، والتي تعطيهم اعترافا ضمنيا بانهم سلطه قائمه على الارض، وهذا ما رفضه التحالف العربي من خلال تصريحات الناطق الرسمي عندما قال نحن نريد ان يكون هناك حلا شاملا بين اليمنيين، بمعنى انهم ليسوا طرف ولن يستجيبوا لاعطاء الانقلابيين هدنه ليعيدوا ترتيب صفوفهم وليتفرغوا لحربهم الداخليه على اليمنيين. طيب استاذنك بالبقاء معنا استاذ مانع، سنعود مره اخرى للواء محمد القبيبان المحلل العسكري السعودي سياده اللواء. اذا التحالف اكد على لسان احمد عسيري بانه ربما لن يقبل او الرياض لن تقبل باي اتفاق سلام الا بعد حل الجناح المسلح للحوثيين وان يسلموا اسلحتهم، هل نفهم من هذا الحديث وهذا التصريح لعسيري انه ربما هناك ضغوط كبيره تمارس على المملكه العربيه السعوديه بشان سلاح الحوثيين؟ أنا لا أعتقد أن هنالك ضغوط تمارس على المملكة العربية السعودية بشكل مباشر فيما يخص الصراع ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، أولا لأن هنالك قرار يعني أممي وهنالك دعم عالمي وهنالك يعني فهم للمجتمع الدولي ما هي نتاج هذه الحركات الانقلابية وما سوف تعود به في المستقبل من خطر على المنطقة على الإقليم على حتى العالم اجمع. يعني نحن لا توجد ضغوط بشكل مباشر، لكن ربما هناك ضغوط تمارس على السعوديه بشكل غير مباشر، ربما من خلال الحكومات عبد الرب منصور هادي، ربما من خلال بعض المؤسسات الدوليه والحقوقيه والانسانيه. لا، هذه مساله اخرى سيدي. عندما تتحدث عن المنظمات الحقوقيه والغير حقوقيه هي تنشط في هذا المجال، وانا من الناس اللي يؤيد نشاط هذه
اللجان أو المنظمات الحقوقية والغير حقوقية، لأننا نريد من هذه المنظمات أن تظهر الصورة الحقيقية الواقعية، ما يحدث لأبناء تعز، ما يحدث لأبناء المناطق الأخرى في اليمن، ما يحدث لأبناء مأرب، صنعاء، الحصار الغير مبرر والغير معقول، ومحاولة لقتل هذا الشعب الكريم بمنع المساعدات تقوم. هذا ما نريد دور المنظمات الحكومية والغير الحقوقية والغير غير حكومية بأن تدعم ما يحدث، ولكن هذا هو تقريبا ما تستطيع أن تقول. هنالك نوعا من الضغط لأن الصورة لم تنقل صحيحة، والمنظمات الحقوقية والغير حقوقية لم تتجه إلى الحكومة الشرعية وتأخذ رؤيتها عن ماذا يحدث في اليمن، بل اتجهت إلى الانقلابيين. وكما أنت يعني تعلم والمشاهدين الكرام، هذه المنظمات تريد دعما ماليا وتستغل هذه الفرص، وإلا المنظمات هذه يعني ما ودي أنا أخذ الحديث عن ماذا يتوجب على هذه المنظمات الحقوقية فهم معنى الحرب، لأننا نحن ليس في حرب تقليدية، نحن سيادة في اللواء حرب بالنسبة غير نظام. بالنسبة للضغوط الممارسة على المملكة العربية السعودية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما انعكاسات هذه الضغوط على مسار أي حل سياسي مرتقب للأزمة اليمنية؟ ذكرت لك أنا المملكة العربية السعودية يعني دائما وأبدا تنظر إلى أن يعمل الفرقاء اليمنيين لحل المشكلة، فالمملكة العربية السعودية داعمة لأي حل سياسي. فأنا لو أني أقول لو رأينا من القيادة في قوات التحالف والمملكة العربية السعودية بأنها لا تدعم الحلول السياسية، قد يكون هنالك ضغط. لا بالعكس، عندما تحدث اللواء أحمد بخصوص أن المملكة لن تقبل بأن يكون هنالك في حديقة أو في الفناء الخلفي هنالك يعني تهديد، نعم هذا من حق كل دولة أن تعمل على أمن مواطنيها وعلى مقدراتها وعلى أمنها الوطني. لذلك لن تتوقف قوات التحالف بالاستمرار في العمل العسكري حتى تعود الشرعية إلى حقيقتها ويتم التعامل مع حكومة واقعية شرعية. ولكن ماذا يفعل الانقلابيين هنالك؟ ما بين فترة والأخرى حضرتك شفت والمشاهدين الكرام تم إطلاق العديد من المقذوفات ناحية الحدود المملكة العربية السعودية، تم استشهاد عدد كبير من الأفراد قوات المسلحة السعودية على الحد. وهذه الحرب يعني نحن لا نقول نريد أن نذهب إلى عمل عسكري ولا نتوقع هنالك عمليات استشهاد، لا بالعكس نتوقع هذا الشيء، ولكن المملكة مصرة على أن يبقى اليمن بلدا آمنا مستقرا لأهمية هذا الجزء العالم. يعني أنا أقول لك من خبرتي إنه الموقع الجغرافي لليمن هو مفتاح السلام في منطقة الشرق الأوسط، بل أؤكد لك حتى أكثر من الشرق الأوسط. بلد إذا يعني نتوقف عند هذه النقطة وعند هذه الرؤية لك لأهمية موقع اليمن. أشكرك جزيلا سيادة اللواء محمد القبيبان محلل العسكري السعودي، كنت معنا من الرياض. لم يعد لدينا كثير من الوقت، أعود مرة أخيرة للناشط السياسي مانع المطري قبل أن تنضم إلينا الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذ مانع، برأيك ما انعكاسات الضغوط الممارسة على المملكة العربية السعودية بالنسبة لأي مسار مرتقب للحل في اليمن؟ نعم، بلا شك أن هناك ضغوط على دول التحالف العربي بشكل عام وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لكن في حقيقة الأمر الدول عندما تقرر أن تدافع عن أمنها القومي وعن مواجهة أي تهديد أو مخاطر تتعرض لها بسبب ما يحدث مثل التدخل الإيراني، بلا شك أنها لا تأبه بهذه الضغوط، أو على الأقل تتعامل مع هذه الضغوط بالشكل الذي ينبغي أن تتعامل معه، وهي تدرك أن مصالح أو أمنها القومي خيار استراتيجي بالنسبة لها، وتعتقد أيضا أن وجود حكومة مستقرة باليمن، حكومة لا تقبل التواجد الميليشاوي ومسؤولة عن حمل السلاح، بلا شك أنها هي الخيار الأفضل لها، وبالتالي سيستمر دعم المملكة العربية السعودية لأن هذا هو الخيار الذي يحمي مصالح وأمن المملكة العربية السعودية وأمن المنطقة العربية بشكل عام. ولهذا مهما كانت الضغوط على المملكة العربية السعودية لا أعتقد أنها ستنصاع لهذه الضغوط، وستستمر في دعم الحكومة الشرعية. وهناك خطوات على الأرض تجري الآن، واضح بأن هناك دعما سعوديا
قوية للحكومة الشرعية من خلال انتقالها إلى عدن وقرار نقل البنك المركزي والتعهدات أيضا من دول التحالف العربي والأشقاء والأصدقاء بدعم الحكومة في مواجهة هذا التمرد وفي شل حركته وإمكانية استمرار سيطرته على ثروات البلد واستخدامها في الإضرار بأمن المنطقة. إذن وصلنا لنهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، وكانت عن آخر التحركات ومناقشة أيضا آخر التطورات بشأن البحث عن حل سياسي وفق التحركات الأخيرة لولد الشيخ. شكرا لكم، انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحيات طاقم البرنامج ومنتج هذه الحلقة محمد القاسم.